أحيانا تكون صفاتك الجيدة هي سبب تعاستك وليس صفاتك السيئة. فالكثيرون إن سامحتهم مرة واثنتين وثلاث فهم بحجم أخطائهم لا يشعرون، ولأنك دائما تبادر وتعطي فهم لا يبادرون، ولأنك تتغاضى عن سيئاتهم تراهم يتمادون، ولأنك لا تعاتب ولا تغضب ولا تحاسب فهم في إيذائك يستمرون. ليس المطلوب أن تتغير، بل المطلوب أن تعطي كل إنسان حسب طبيعته وتعامله معك، لا أن تترك الآخرين يعتقدون أنهم مهما فعلوا معك فهم من ردة فعلك مطمئنون آمنون وبك لا يبالون ولا يهتمون. Never allow anyone to take you for granted.